كان البقرة من موالي برج الجوزاء، فراح يعطينا انطباع عن شخصية تنجح في الأمور الكتابية، ينجح بأن يكون روائي، تنجح في الأمور الكلامية أيضا، شخصية خطابية ناجحة، ظاهره الخارجي هو الصمت والهدوء، لكن يحوي في داخله على ثورة كبيرة جدا من المعلومات. ممكن أيضا نستفيد من شخصية أضحكية أو تضفي جو الابتسامة في المكان أينما حلت.